لسه داخل نادي الزمالك، ولكن بعيدا عن الفنيات اداريا بقى كان في ثلاث مقاعد داخل مجلس اداره نادي الزمالك فارغين بجانب امين الصندوق، فبالتالي نادي الزمالك بيسعى وبيبحث بقى ان هو يتم حل الازمه ديت ويتم جلوس نواب او اعضاء في مجلس الاداره جدد على هذه المقاعد الفارغه. فبيواصل نادي الزمالك اليوم السبت فتح ابوابه امام الراغبين في الترشح بانتخابات النادي الابيض التكميليه، والمقرر اجراءها على مقعد امين الصندوق وثلاث اعضاء، والمقرر اقامتها في ايام 5 و6 و7 سبتمبر ان شاء الله القادم. وكان الزمالك قد فتح ابوابه يوم الخميس اللي فات في اليوم الاول للترشح، وتقدم كل من اشرف حسن زكي لمنصب امين الصندوق، وكل من احمد مرتضى احمد منصور واحمد عادل عبد الفتاح محمد ومحمد انور محمد ابراهيم وشهرته حماده انور لمنصب عضويه مجلس الاداره. وبتستمر اللجنه في استقبال اوراق المرشحين النهارده السبت وكمان بكره الحد من الساعه 9 الصبح والحد الساعه 9 مساء. وفي اليوم الثاني من فتح باب الترشح امبارح الجمعه تقدم مرشح وحيد وهو الأستاذ محمد رحمي عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ودعا لمنصب أمين الصندوق في النادي الأبيض. واضح أن هيتم خلاص قفل باب الترشح وهنشوف المنافسة هتصفر عن إيه. أربع كراسي فارغة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، والمرشحين خلاص ابتدوا يتوافدوا علشان نشوف الانتخابات التكميلية هتوصل لإيه.